السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. كثير من المحبطين بيقولوا إنه أنت أداءك مش كويس، الفيديو مش مناسب، المعلومات مش صحيحة، أسلوبك مش جميل، كلام كثير ما رح أسمعه، رح أكمل أعمل فيديوهات لحتى برب العالمين يفرجها. خليكم معاي مقارنة جديدة بين جهازين، كثير أنتوا طلبتوا هاي المقارنة بين الأونر 7 إكس وبين اللينوفو كي 8 نوت، انطلبت كثير ولازم نعمل هاي المقارنة. رح أحط مواصفات كل جهاز في صورة لحاله، بترجعوا له عشان تشوفوها، وإحنا مع بعض رح ندردش عن هاي المواصفات ومين أنسب لك. يعني ممكن في نقطة ما تكون خاطرة على بالك تكون هي يعني بتخرب موضوع الشراء وتجيب جهاز عن جهاز، فخليك معاي لحتى ندردش عن هذول الجهازين اللي مرتبين كثير. أول شيء نقطة سريعة بس، الجهازين بشكل عام ممتازين، أي واحد بتحصله هو ممتاز، يعني أنت ما راح تكون خسران، ولكن اللينوفو جهاز صعب تحصله، يعني هاي أول نقطة سلبية في الموضوع، جهاز بينباع أنا وجدته فقط أمازون إنديا، يعني أمازون اللي في الهند، زائد سوق دوت كوم فقط، لا شفته بسوق، يعني لا شفته محلات أو شركات جابته أو حتى بالمواقع الصينية كلها، مش موجود هذا الجهاز، بس موجود أمازون إنديا وموجود بسوق دوت كوم، عشان هيك ممكن تشتري من سوق دوت كوم للي بيقدر يصل لسوق دوت كوم بالخليج أو بمصر. فهاي أول نقطة سلبية إنه مش متوفر. الأونر 7 إكس لسه عشانه جديد، يعني ممكن حاليا مش متوفر بس قريبا حيصير متوفر أكثر، لأنه الأونر 6 إكس توفر في كل مكان، يعني في الأردن يعني من أشهر الأجهزة اللي بتنباع لهواوي اللي هي الأونر 6 إكس، أو اللي هو بسموه عنا الانر جي ار او بسموه هواوي جي ار 5 2017، من اكثر الجهازات من اكثر الاجهزه مبيعا. فالافيلابيلتي اللي هو توفر الجهاز صارت نقطه مهمه، يعني ممكن احكي لك عن جهاز فخم وممتاز وسعره خرافي بس ما بتقدر تجيبه على بلدك هون. فيعني الانر 7 اكس حيكون توفره اكثر من اللينوفو. هسه نكمل حتى اكون صريح من البدايه، معظم المواصفات اللي موجوده عند اللينوفو كي 8 نوت افضل من الانر 7 اكس، معظم المواصفات. فاذا انت بدك جهاز اوفر اول افضل بكل شيء اللينوفو كي 8، بس بذكرك انه صعب تحصله الا من سوق دوت كوم، فلذلك يعني ممكن تكون هاي المقارنه شويه راحت لجهه اللينوفو، بس خلينا نشوف، لانه ممكن في ناس شكل الانر 7 اكس يلغي عندهم اي مواصفات ثانيه، بحكي لك لا يا عمي انا بدي الانر 7 اكس على الشكل اللي هو فيه عاجبني بدي اياه، ما بده لينوفو. فهي بالنهايه بتصفي يعني بيرسونال بريفرنس، ايش انت بتفضل، انت شخصيا شو بتفضل وشو غيرك بفضل. المعالج والسعه التخزينيه وفي اللينوفو كي 8 افضل، وحتى في اس دي كارد مكان لها خاص غير الدول سيم. بالنسبه للكاميرا، الكاميرا اللي موجوده في اللينوفو عندها فتحه عدسه كبيره 1.7، بتخلي يعني ممكن بتخلي اداء الكاميرا احسن بدرجه ما من اداء الانر 7 اكس. فانت شو ممكن تختار؟ هل بتبحث عن فتحه عدسه كبيره عشان تاخذ تصوير احسن، ولا خلاص بتثق والله نسخه الهواوي، انت جربت نسخه هواوي سابقه وبتثق بهاي النسخه انه يكون ادائها ممتاز؟ انت قرر. ولكن بالنسبه للمواصفات على الورق، المواصفات الموجوده في كاميرا اللينوفو افضل، وزي ما شفتوا مثلا البطارية على لينوفو 8 بطارية ضخمة كبيرة وعليها الشاحن سريع، وهذا شيء ممتاز في لينوفو. ال 7 اكس شيء يعني البطارية اصغر ومش مذكور انه في شحن سريع، غير مذكور، فبرضو هاي ادفانتج للينوفو. طب ما دام كل شيء افضل في لينوفو، ليش احنا جبنا سيرة ال 7 اكس؟ ليش حاطينه في المقارنة؟ حاطينه في المقارنة لانه برضو الفرق مش كبير بينهم، هذاك افضل يعني بدرجه. هلا ممكن نحكي عن صفات موجوده في ال 7 اكس تخليك انت تختاره. اول وحده الشاشه، الشاشه مش تقليديه، الشاشه جايه بريشو الابعاد 18:9، يعني شاشه طويله وانحف، فهاي بتعطي مع تصميم الانر بتعطي جماليه عاليه. اذا انت بدك تختار جهاز لانه تصميمه حلو اكيد راح تختار الانر 7 اكس. انا عن نفسي من بين الجهازين لو بدي اختار راح اختار الانر 7 اكس، لانه المواصفات مش كثير بعيده عن بعضها. في النهايه انا بدي ادفع مثلا $250 $300، مش وسعرهم يعني 250 300، هلا بنحكي عن السعر، بس بدي اختار جهاز ميد رينج بختار الانر 7 اكس،
مش لانه افضل كل شيء، لانه اجمل تصميمه اجمل. وزي ما حكيت لكم المواصفات مش بعيده عن بعضها، اللي بيحب يركز على المواصفات وبيحكي له لا بدي افضل معالج، افضل كاميرا، افضل بطاريه، شحن سريع، اللي نوفو هو الافضل. لذلك باختصار شديد، بدك جهاز اداء افضل لنوفو، بدك جهاز شكله جميل الاونر 7 اكس. هيك بحاول اريحكم عشان تعرفوا تختاروا صح. بالنسبه لسعر لينوفو على سوق دوت كوم 1291 درهم، يعني حوالي 1300 درهم بما معناه 350 دولار. اما سعر 7 اكس موجود على gearbest.com موجود 315 دولار. وزي ما حكيت لكم المواقع هاي بتغير اسعار بسرعه، السوق ما بيغير اسعار، المواقع الصيني بتغير اسعار، فالسعر يعني برضه متقارب. انا عن نفسي راح اختار الاونر 7 اكس لانه جهاز اجمل. انت شو ممكن تختار؟ يا ريت تكتب لي بالتعليقات تحت شو انت بتختار وليش اخترته، واذا حبيتوا تشتروا الاجهزه يا ريت تستخدموا الروابط اللي بالوصف تحت لانها حتفيد القناه. الله يجزيكم الخير، يعطيكم الف عافيه، انتظروني في فيديو قادم، الى اللقاء.